السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأريك كيف تقوم بالحصول لآلاف من الجواهر على لعبة بارشيسي مجانا. كما تشاهد معي هي الجواهر تزداد مجانا على حسابي. كل هذا ممكن بفضل هذا التطبيق المعدل الذي سوف أريك كيف تقوم بتحميله والحصول عليه من على أحد المواقع الجد شهيرة وجد معروفة في التطبيقات المعدلة. إذا كما تشاهد معي هنا هي الكوينز تزداد مجانا على حسابي، بإمكانك كذلك أنت القيام بهذه العملية والحصول على الآلاف من الكوينز مجانا. فقط تابع معي الفيديو إلى النهاية وسأريك خطوة خطوة كيف يمكنك القيام بذلك. كما تشاهد معي ما زالت الجوائز تزداد مجانا على حسابي. إذا بدأ، أنا رأيتك بأن التطبيق شغال 100%. لنبدأ في شرح كيفية تحميل هذا التطبيق. إذا أولا نقوم بالتوجه إلى هذا الموقع. اسم الموقع هو gamewars.org. إذا هذا هو رابط الموقع. لا داعي إلى كتابة اسم الموقع، سوف أتركه في صندوق الوصف أو في أحد التعليقات المثبتة. فقد تابع معي الشرح إلى النهاية. إذا كما تشاهد الموقع يحتوي على العديد من التطبيقات المعدلة. معظم هذه التطبيقات هي تطبيقات جد معروفة وجد شهيرة. موقع يقوم بالتعديل عليها وذلك للحصول على ميزات لم تكن أصلا في التطبيق الأصلي أو لتحويل بعض الميزات المدفوعة إلى ميزات مجانية كما رأينا سابقا في تطبيق بارشيسي المعدل. إذا نحن الآن بصدد البحث عن تطبيق بارشيسي المعدل، وهو الذي يمكننا من الحصول على آلاف من الموارد مجانا كما شاهدنا قبل قليل. بإمكانك تحميل أي تطبيق تريد من هذه اللائحة، فقط يجب أن يتوفر لديك التطبيق الأصلي منصبا على جهازك، لأن الموقع يحتاج إلى نسخ بعض الملفات الأصلية من التطبيق الأصلي، يحتاج إلى نسخها في التطبيق المعدل وذلك لكي يشتغل معنا. إذا هذا هو التطبيق الذي سوف نقوم بتحميله. إذا نقوم بالتقدير على هذه الأيقونة، ثم تظهر معنا هذه النافذة كما تشاهد معي. هنا الموقع يخبرنا بأن التحميل جاهز ولبدء عملية تحميلك في الضغط على زر تحميل. وهنا عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيق وهم أزيد من 900,000 شخص، ومعظمهم وضعوا 5 نجوم، أي أن معظم الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق هم راضون عن مزايا هذا التطبيق. إذا لبدء عملية التحميل يكفي الضغط على زر التحميل، ثم ننتظر من بضع ثواني إلى بضع دقائق وذلك على حسب سرعة النت الخاصة بنا. أنا سوف أترك الموقع يقوم بتحميل التطبيق ثم أعود لاحقا لإكمال عملية الشرح. إذا بعد أن قمنا بتحميل التطبيق نقوم بفتحه، وكما تشاهد معي الآن هي الجوائز تزداد مجانا على حسابي. إذا وبهذه الطريقة نقوم بالحصول لآلاف من الموارد في لعبة بارشيسي، وبهذا أقوم بإنهاء هذا الفيديو. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.